السلام عليكم، شلونكم طلابي؟ اليوم متهيئين لدرس جديد. درسنا هو الدرس الثاني ضمن الوحدة الثانية اللي هي من العقائد الإسلامية اللي احنا بشنو مؤمنين. موضوع الإيمان بالملائكة، طبعا هو مسويها اثنين، الإيمان بالملائكة. اليوم راح نتكلم، كلنا مؤمنين بالملائكة، انه الملائكة اللي هي رب العالمين خلقها، اللي هي مخلوقات، مخلوقة نورانية من نور الله، مو يعني هذا الضوء اللي احنا نعرفه. هاي الملائكة تسبح وتستغفر وتقوم تأدي الأوامر اللي رب العالمين يأمرها بيها. مثلا عندنا معروف الملك جبريل اللي هو كان ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ عن القرآن وعن الدين. أكو بعض الملائكة اللي نعرف أسمائهم، وأكو طبعا ما نعرف أسمائهم. سامعين بإسرافيل اللي هو راح ينفخ بالبوق في يوم القيامة حتى يعلن أنه الدنيا انتهت وصار يوم القيامة. فاحنا هنا عندنا طلاب او ابنيه سالت عمتها، اسفه مو طالبه كانت، سالت عمتها انه هذا الكون من تدبير رب العالمين، بس منو اللي دي يسوي له الاوامر مالته؟ فالعمة راح اجاوب انه الله تعالى خلق ملائكه هي من نور، فهي مخلوقات نورانيه جميله لها عقل تعبد الله. هذه ما تعرف شنو المعصية ولا تعرف شنو المحرمات، هي كلها طريقة بس العبادة والطاعات، وتسبح بحمده ليلا ونهارا. وهذه الملائكة تنفذ أوامر الله، شنو طلب من عندها رأسا تنفذه بدون أي تأخير. فمثلا عندنا جبرائيل اللي هو جبريل نفس الاسم، هو ملك مكلف بالوحي. مكلف بالوحي يعني ينقل كلام رب العالمين إلى الأنبياء مالته، لأنه كان ينزل إلى بعض الأنبياء، فكان يأتي للرسول الكريم بالقرآن. إذا جبريل هو الملك، واحد من الملائكة اللي موجودة، ينقل، مكلف بالوحي، ينقل كلام رب العالمين إلى الأنبياء، ومن ضمنهم كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك ملائكة تسجل أعمالنا، يعني أكو بعض ملائكة شغلها كل إنسان إيش سوى زين وشنو المو زين، تسجلها في كتب وصحائف حتى بعدين تنعرض على رب العالمين ونتحاسب. فيقول عن اليمين ملك، دائما يذكروا انه على اليمين عندنا ملك يكتب الحسنات، وعن الشمال ملك يكتب السيئات، فاحنا مؤمنين بها. وان المشكله انه احنا بس ما نشوف هاي اشياء نورانيه خفيه، مثل ما احنا ما نشوف رب العالمين، اكو امورات بس احنا مؤمنين بها ونعرف بوجودها. مثلا هي تقولها تريد توصل لها الفكره للبنيه، تقولين انت تفكرين بالاشياء اللي تشوفيها تقولين اوكي، بس اللي ما تشوفيه تقولين لا. مثلا الجاذبيه، من تمسكين لعبه او اي شيء بايدك تتركيه راح يسقط الى الارض، زين هذا منو سحبه؟ انت ما شفت حبل سحب القلم الى الاسفل، لا، بس انت تعرف اكو شيء اسمه جاذبيه، هاي الجاذبيه تسحبنا الى الارض، مثل ما احنا واقفين ما دنطير، يعني تسحبنا الى الارض. اذا اكو اشياء نعرفها ومؤمنين بها بدون ما نفكر افكار هواية. هذا الدرس راح نكتب المناقشة وحلولها بالدفتر اللي راح ارسل لكم اياها ونحفظ الحلول. اول سؤال، هل نرى الملائكة؟ كلا. ما الذي تعرفه عن الملائكة؟ راح نقول هي مخلوقات نورانية ربانية تطيع رب العالمين وما تعصي ابد. سؤال الثالث، هل يجب علينا الايمان بالملائكة؟ نعم، لان احنا مؤمنين برب العالمين كتب، اذا من ضمنها الكتب والانبياء والملائكه واليوم الاخر، هاي كلها سور. كيف تتعبد الملائكه لله عز وجل؟ تتعبد بالتسبيح والاستغفار ليلا ونهارا. خامسا، جبرائيل عليه السلام اللي هو جبريل قلنا نفسه، هو من هو؟ راح تقول هو الملك المكلف بالوحي، يعني اللي ينزل كلام رب العالمين للانبياء، الملك المكلف بالوحي وايصال كلام رب العالمين من الكتب السماويه الى الانبياء. مناقشه قليله، خمس اسئله، اشوفكم الدرس الجاي، حافظيها ان شاء الله ومعلوماتها مهمه، وخصوصا جبرائيل لازم تعرفون هو منو بالضبط. ان شاء الله الدرس الجاي متهيئين اكثر حتى نشوف القادم. السلام عليكم.